اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الجدي منطقيون وأذكياء وعمليون وتقليديون، ولكن هل يمكن اختصار هذا البرج الذي لديه الكثير ليقدمه من خلال عدد قليل جدا من الصفات؟ لا نعتقد ذلك. لهذا السبب قمنا بتجميع الحقائق 15 حول هذه الشخصية لإعطائك رؤى أوضح حول البرج العاشر هذا على قائمة الأبراج. نحن على وشك إعطائك المفاتيح للحصول على فهم أعمق لحقيقتهم، لذا اتبع نصائحنا هذه واغتنمها. برج الجدي ممتع للغاية ولديه بالتأكيد الكثير. قد يكون من الشخصيات الأقل شهرة، لكننا على وشك أن نمنحه الأضواء التي يستحقها. لقد اخترنا لك 15 حقيقة لإلقاء نظرة أعمق على هذه الشخصية العملية والعنيدة، ومن يدري ربما تساعدك هذه الحقائق على تكوين علاقات أفضل معهم. الجدي كريم ومخلص وجدير بالثقة ويحب الكثير من ملذات الحياة. شخصيته القوية وحدسه الحاضر دوما يشجعانه على تنفيذ المهام الاجتماعية والمدنية. مولود هذا البرج يريد أن يبذل قصارى جهده للنجاح في الحياة وكذلك في العلاقات. هل تريد المزيد من المعلومات عن شخصيته؟ إذا كان الأمر كذلك فتابع معي هذا الفيديو من قناة رويش تي في. الحقيقة الأولى: برج الجدي لطيف لكن قوي في الوقت نفسه. إنه يعرف كيف يقف على أرض الواقع. برج الجدي هو واحد من ألطف الأبراج، لكن هذا لا يعني أنه سيسمح لأي شخص باستغلال لطفه هذا. في النهاية يعرف الجدي كيف يدافع عن نفسه وعن أفكاره. الحقيقة الثانية: برج الجدي مراقب عظيم، وهو قادر على إجراء أعظم التحقيقات والتحريات. الجدي الذي يأتي عاشرا على قائمة الأبراج الفلكية يكاد يكون الأشد ملاحظة من بين جميع الأبراج. لا شيء يتجاوز هؤلاء الناس، ولسبب وجيه أيضا. لا يحب هذا البرج الظهور المباشر أو إدارة المحادثات، فهو لا يعاني من مشكلة حب الظهور، بل إنه يفضل مراقبة سلوك الناس وتحليل أفعالهم. الحقيقة الثالثة: برج الجدي شعلة بطيئة في الحب. إنه حذر جدا، وهذا ما يفسر لنا لماذا يستغرق وقتا طويلا ليقع في حب شخص ما. إنه واحد من أبطأ الأبراج في الوقوع في الحب، لأنه يريد تجنب وجع القلب بأي ثمن. الحقيقة الرابعة: يتوافق برج الجدي في الحب والصداقة مع مواليد برج الثور. شخصية برج الثور تتمتع بما يلزم للمساعدة في إخراج الجدي من قوقعته. الحقيقة الخامسة: أما فيما يتعلق بعدم التوافق بين الجدي وسواه من الأبراج الفلكية، فينصح علماء الفلك برج الجدي بعدم مواعدة مواليد برج الجوزاء وبرج القوس، إذ يزعمون في هذا الإطار أن عدم نضوج برج الجوزاء سيفشل العلاقة بالجدي التقليدي، كما يتناقض استرخاء الجدي مع حماسة القوس وحبه للمغامرات. هذا التناقض يكون كفيلا بتحويل هذه العلاقة بينهما إلى مضيعة للوقت.
الحقيقة السادسة، برج الجدي يتمتع بالإخلاص والولاء، ولأنه يقدم الكثير في هذا الميدان فليس من المستغرب أن يطلب من أصدقائه وعائلته المعاملة بالمثل. بمجرد خيانة ثقته سيرحل للأبد، وسيغدو من المستحيل استرجاعه أو كسب ثقته من جديد. الحقيقة السابعة، يحكم برج الجدي كوكب زحل. وبحسب مزاعم الفلكيين، يساعد كوكب زحل على جعل برج الجدي عملي وعقلاني في حياته وعلاقاته مع الآخرين. الحقيقة الثامنة، الجدي برج ترابي، ولذلك فإن مواليد هذا البرج على اتصال دائم بأجسادهم وكذلك بمحيطهم. الأبراج الترابية عموماً توصف بأنها أصيلة وعملية وذكية وموثوقة. المخاطرة أمر غير وارد بالنسبة لهم. الحقيقة التاسعة، سر سعادة برج الجدي هو الاهتمام به. حسناً، هذه أنباء سارة ولن تكلفك أي شيء. إذا كنت ترغب في إسعاد مولود هذا البرج وإدخال الفرح إلى قلبه، فكل ما عليك فعله هو قضاء بعض الوقت من يومك في التحدث معهم حول القضايا التي تهمهم. الحقيقة العاشرة، برج الجدي يتمتع بطموح مجنون، وهو يحب التحديات ويخوضها بعزم. مواليد هذا البرج يحلمون بالنجاح ولا يخشون أن يبذلوا جهدا شاقا لتحقيق أهدافهم. أن تكون مرتاحا وأن يكون لديك أسلوب حياة جيد، هذه هي أهدافهم. الحقيقة الحادية عشر، برج الجدي عنيد. مواليده لا يتزحزحون أبدا عن آرائهم، فعندما يتخذون قرارهم لا فائدة من محاولة تغييره. الجدي واحد من الأبراج الأشد عنادا، إنه يرفض تعديل موقفه عندما يؤمن بشيء ما. إن إجبار الجدي على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف يشبه تسلق الجبال. الحقيقة الثانية عشر، برج الجدي يحب قضاء أوقات فراغه بالاسترخاء. لا يحب الجدي الحفلات أو السهرات الصاخبة. إذا كان لديه وقت فراغ فهو يفضل قضاءه في المنزل مستلقيا على الأريكة لمطالعة كتاب جيد أو لمشاهدة مسلسل ناجح. إنه بلا ريب برج بيتوتي. الحقيقة الثالثة عشر، يتمتع الجدي بعزيمة حديدية لا تنكسر بسهولة، وهو يحلم دوما بالنجاح. بغض النظر عن عدد المرات التي ركلته فيها، فلن يظل برج الجدي في الأسفل أو خارج اللعبة لفترة طويلة. فالجدي واحد من أشد الأبراج عزيمة، وهو يحلم باستمرار بالنجاح وبتحقيق نتائج أفضل. الحقيقة الرابعة عشر، يشكو الجدي من عادة سيئة، ألا وهي الاستخفاف بالناس أحيانا. حتى لو كنا لا نحب التحدث عن هذا العيب علانية أو الاعتراف بذلك، فإن الحقيقة أن هذا البرج يشكو من التعالي قليلا، حتى أنه يوصف بالمتغطرس أحيانا. ولأنه يعتبر من أكثر الأبراج ذكاء، فهو يرغب دوما بتلقين الآخرين الدروس وتعليمهم العبر. الجدي قد يرى الأمر نوعا من الرعاية للناس، لكنهم سيرونه من منظار آخر. الحقيقة الخامسة عشر، ينتمي إلى برج الجدي الكثير من المشاهير. نذكر منهم كيت ميدلتون، برادلي كوبر، إلفيس بريسلي،
ومن العالم العربي ينتمي إلى هذا البرج كل من سميرة توفيق، نيلي، ياسمين عبد العزيز، أنغام، وسمير غانم. حسناً، إنها مجموعة موهوبة لدينا. أخبرني في التعليقات إلى أي برج فلكي تنتمي أنت؟ هل تعرف أحداً ينتمي إلى برج الجدي؟ وما رأيك بمواصفات الفلك عنه؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.